أمرني يا كبير. الأمر لله. شوف أنا ما أخبيش عليك، أنا ما طلعت الشهر عسل أنا ومرتي وحابب أعوضها، فنفسي أخدها في رحلة خيالية مثلا المالديفز. ها طلبك عندي يا كبير. بص يا حاج سناء، احنا مش محتاجين غير أوضة تريبل. لا تريبل ايه يا عم، غرفة صغيرة تانيين بس، انا ومرتي بس طالعين لحالنا مش واخدين معنا العيال. طب وانا انت ايه يا وانت خابر ان صاحبتي فكست هتطلع لوحدك مش هتاخدني معاك؟ لا طبعا اخدك معايا، فين انا ومرتي بس. ده انا جهزت سندوتشات الرحلة عبال ما نطلع تبقى باظت اساسا. فوق بس يا كبير، يعني هتفضل مرتك مربوحة اللي انت عارفها من سنة مربوحة على نفادي؟ نفادي نفادي، الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده، انت مش عاوز تفهم ليه؟ الحب انواع، انا ممكن احب البقدونس واحب عمي واحبك واحب مرتي، دي حب ودي حب. يعني انا ولا البقدونس؟ البقدونس طبعا، لانه بيغسل الكلى، انما انت بتفقع المرارة بتبقى حاجات كتير. فكك منه، اديني اوبشنات. والله يا كبير في رحلات ترفيهية سياحية لبانكوك وبالي. واه 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 ما شاء الله، شوف المناظر، شلالات وحاجات. يا الله الله، وايه الارقام دي؟ دي مساحة الدولة بالكيلومتر ولا دي النسمة؟ النسمة دي الاسعار يا كبير. واه اسعار ايه يا راجل انت؟ دي مبالغ فيها. هو انت يا كبير مش كنت عايز تثبت مرتك؟ ايوه ايوه عايز اثبتها. ما هي مربوحة دي ابعد بلد راحتها كانت بني سويف، فاي حتة ابعد مني حتى لو باربع كيلو هتتثبت. شوف يا حاج سناء، احنا عايزين حاجة عالضيق كده، يعني الكبير يسافر هو ومرته. اللي هيسافر لحاله من غير صديق عمره، حاجة كده يعني، كيف انطاليا انطاقيا انطنطا، حاجة تخلص بكروز كده. نوع الكروز موجودة يا كبير، بس ما تتخضش من الاسعار، بس دي شاملة فطور. لا مش محتاجين فطور، كده كده في فطور في العلاقة. لا العلاقة متينة، وانا ومرتي اشتغلنا عليها، بعدين كان بتنبط في الكلام يعني علشان الريليشن شيب في الفيسبوك، ده كان زمان من قبل ما اتجوز. الكلام ده ما ينفعش معايا غالي، يعني خليه في الحنين، اقل من كده. اقل من كده يا كبير؟ هنطلع رحله سياحيه ترفيهيه غير شرعيه، بتطلع من عندنا من هنا من المزاريطه بمركب مخرومه لحد اليونان، وبتبقى بصراحه كده يعني رحله ذهاب بالعوده. لا 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 فكك منها دي، خبرها زين، حزقوم اخويا طلعها من 10 سنين، دي التقى نفسه بلطيل. انت ابن بلد وتفهمني، انا بس يعني عاوز مرتي بس اريحها من الطبيخ يومين، اجيب لها حظاظه سفونير واتعشت. شوفنا في الداخلي، في سفر داخلي؟ تسافر شرم الشيخ؟ بعيده قوي. الاقصر واسوان؟ قديمه قوي. الجونه؟ غريبه قوي. الساحل؟ الطيب ولا الشرير؟ الشرير. غالي قوي. الطيب اوزي قوي ورخيص قوي.